حقق الشاب السكندري أحمد سمير الرقم القياسي العالمي بموسوعة جينيس لأطول محاضرة في التاريخ بمعدل 141 ساعة، والتي كان قد حصل عليها شاب هندي بمعدل 139 ساعة. قال أحمد سمير عبد الحق مدير التنمية البشرية أن الهدف من خوض التجربة كان تقديم نموذج عربي في الإرادة والتصميم والعزيمة والتحدي، قائلا أنه أول بشري على الإطلاق يقوم بهذه التجربة مرتين، وهذا في حد ذاته رقما قياسيا جديدا، بالإضافة لتوفير الدعم البشري والمالي لتأسيس شركة تدريب عالمية ترتقي بالشباب المصري، وكذلك تحقيق حلمه بخوض هذه المغامرة. وقد أضاف سمير أنه كان يهدف أيضاً لتخطي الرقم العالمي والذي حققه الهندي أرفيند ميشارا، مؤكداً أنه سيقوم بالتقديم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتخطيه النسبة السابقة بمعدل ساعتين، حيث وصل عدد ساعات المحاضرة التي ألقاها بعنوان صرخت فاشل إلى 141 ساعة و12 دقيقة و25 ثانية متواصلة. وقد أشار سمير إلى أن هناك معايير كانت تخص المتدربين، ومنها الحضور أي عدد ساعات يناسب المتدرب، والخروج والعودة أي عدد من المرات، كما تم تفعيل آلية الحضور ببث مباشر. برحب بحضراتكم من جديد، وزي ما شفنا وسمعنا التقرير مع حضراتكم، يعني 141 ساعة محاضرة بيتحدث فيها نوع من أنواع الإرادة والتحدي. الفكرة إيه؟ قصة المحاضرة اللي اتقالت إيه؟ إيه الهدف من ورا ده؟ ده اللي هنعرفه من ضيفي وضيف حضراتكم. برحب بالأستاذ أحمد سمير، برحب بيك، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، أهلا بك أستاذ طارق. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، ولا شك إنك أنت تنفع مذيع متميز على اتكلمت 141 ساعة بلا انقطاع، وطبعا مشهور عندنا الرغي، لكن ده مش حقيقي. أهلا بحضرتك، وأعرف السبب اللي خلاك تاخد هذه التجربة 141 ساعة تتكلم تدي محاضرة، ليه؟ هو الأول بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا المفروض نتكلم، أو لما أنا شغلتي كمدرب تنمية بشرية في الأصل، المفروض انا دايما بكلم الناس عن فكره الامل والاراده والحماس، وان احنا نقوم بقى ونبني ونعمل. فبدات الاقي استجابات في اخر، انا بقى لي 14 سنه في الشغل ده، فبدات الاقي استجابات في السنتين ثلاثه الاخرانيين، ان الناس خلاص هي اعتبرت الكلام ده اكلاشيات، فاحنا هنيجي عشان نسمعه وناخد شهادات الحضور وتمام كده حلو. الموضوع ده ضايقني، لان انا اوريدي انا عايش بالاراده دي، او عايش في حياتي الشخصيه مع مراتي مع اولادي يعني بالطريقه دي، فحبيت ان انا ادي للناس نموذج إن لا، احنا مش هنتكلم عن الامل، احنا هنعمله، يعني نحطه في اطاره الصحيح. فبدات اراجع في النماذج، في المناهج بتاعتنا اللي احنا بندرسها، لما لقيت ان احنا دايما يا اما بنتكلم عن امثله قديمه، نتكلم مثلا شوف الصحابه كانوا بيعملوا ايه، نتكلم وده كويس مش وحش، او نتكلم عن نماذج غربيه، ده بص فلان ما كانش لاقي ياكل وبعد كده بقى عنده شركه بملايين وبقى عنده مطار وبقى برضه كويس، يعني الناس دول ابطال هم على راسي. بس في مين بقى دلوقتي؟ لما بندي الامثله دي يقول لك اصل الظروف دلوقتي، اصل الوضع دلوقتي، اصل الحكايه دلوقتي. انا بالنسبه لي كمتخصص وعارف ان الكلام ده مش مظبوط، لان بمنتهى ببساطه الظروف هي مجموع افعالنا، يعني الظروف اللي احنا فيها هي قراراتي وقرارات حضرتك وقرارات استاذ طارق، وبيها بنعمل وضع في البلد، وهو ده اللي احنا بنعيشه. فاحنا لو غيرنا الطريقه اللي احنا بنفكر فيها بيها هنغير القرارات، الظروف هتتغير. تمام، يبقى لازم التغيير بيبدا برضه منين؟ يعني هنلاقي القرآن نفس الكلام، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ابدأ بيك أنت الأول. الناس واخدة الكلام ده إن هو خلاص أكلاشيهات بقى محفوظة. فقلت لا، أنا هعمل حاجة، وبعد كده بدأت أعمل سيرش على النت، لقيت إن لا، في حاجة اسمها أطول محاضرة وجينيس بتعتمدها، ليها قواعد صعبة حبتين ثلاثة يعني، بس قلت أوكي عشان يبقى الموضوع فيه إرادة يعني.
وقدمت التجربه وفشلت مره وجالي فيها مشاكل صحيه يعني في المخ وكده، فقلت الحمد لله ان شاء الله هتعالج وهرجع تاني. وقمت برضه اتعالجت. لا استنى بقى استنى، الجزئيه دي عايز اعرفها منك انت، قول لي الاول القواعد بتاعت جينيس وايه اللي حصل لك انت، ايه التعب اللي حصل لك يعني. تمام، هو القواعد بتاعت جينيس اختصارا لان هي 9 صفحات يعني، بس النقط المهمه اللي احنا ممكن نركز عليها ان ما اسكتش اكتر من 30 ثانيه، لو عدى عليا 30 ثانيه من غير كلام المحاضره بتتلغى بتتوقف. البريك بيتحسب 5 دقايق عن كل ساعه. تمام، ليا بقى ان انا اجمعهم او ليا ان انا اخدهم ساعه بساعه. وانا كان عندي مشكله تانية يعني، انا مصلي الحمد لله، فاتفقت مع جنس خدنا فتوى من احد المشايخ ان الصلاه تبقى جهريه على كل الصلوات عشان ما تبقاش ببقى سكت، كانها ضمن المحاضره، كان جزء من المحاضره، جزء من المحاضره بالظبط. هبقى انا الامام وبصلي بصوت عشان ما بقاش سكت 30 ثانيه، ما نبقاش خالفنا قواعدهم، يبقى منها صلاتي ما راحتش ومنها ملتزم بالمحاضره بتاعتي. بدا يحصل او سوري، من ضمن القواعد برضو ان الناس بتتغير كل 4 ساعات. ان انا ماليش ان اخد بريك برصيد مقدم يعني، ما اخدش مثلا 5 دقايق بتوع الساعه اللي جايه، لا انت بتاخد 5 دقايق عن الساعه اللي فاتت. فانت بتجمعهم، طبعا كنت بجمع كل 50 أو 60 ساعة مع بعض عشان اخد لي مثلا ساعة أو ساعة ونص اذا كنت هنام او اتوضا او كده، بحيث ان كنت اخطف نفسي يعني في الوقت ده استعيد طاقتي وارجع اكمل تاني. وده بيبقى معتمد. فالمشكله عندنا في الاعداد يعني، لو جينا مثلا جبنا فريق كوره وجبنا له مدير فني، هو عارف هيعدهم ازاي، في ادبيات وفي معلومات سابقه هيرجع لها. المجال بتاعنا ده، طب الاعداد بتاعك عباره عن ايه؟ ما حدش يعرف. المجال نفسه جديد، فانت اللي هتخترع اسلوب اعدادك. انت والاطباء، ومشكله كان الاطباء عندهم مشكله تانية ان احنا الجسم بعد الساعه 100 قواعده بتختلف. يعني ففي حاجات بتمشي وحاجات لا. تاني حاجه، 2 بس في التاريخ اللي عدى 120 ساعه. الدكتور لو من ايرلندا عمل 121 ودخل بيها موسوعه جينيس في 2011، وجاله سكته دماغيه ونوع من انواع الشلل في رجلي. بعد كده كسر الرقم ارفند ميشرا من الهند يوم 7 مارس 2014. وجاله برضه سكته دماغيه بس شلل قعد معاه 9 شهور يعني، ده طول. طب انت ما خفتش لما سمعت كده ان انت داخل تجربه؟ لا انا كان عندي تحدي تاني. ما انا التحدي بالنسبه لي مش جينيس خالص يعني، انا جينيس بالنسبه لي بصراحه هي مش مهمه. هو كان التحدي حتى قلتها في المحاضره في الفيديو بتاعها موجود، ان القضيه ان اطلع سليم. لان مش الشجاعه خالص، انا ممكن دلوقتي اطلع فوق البرج واخد قرار ان انا اقوم نطط. كويس، جميل، شجاع، حلو قوي، تمام قوي، بس هنزل ميت، هنزل حتت. بس انت كابتن حد جسمك يعني، ما هل في حد يتحدى جسمه يعني؟ بالظبط. فانا كان قضيتي ان انا الاقي الاعداد اللي يخليني اكسر الرقم واروح بيتنا سليم. يعني لو يعني انا كنت حتى قلت الكلام ده كذا مره، ان لو كان عندي مغامره صحيه ما كنتش هدخل، لان كده نموذج الاراده اللي انا عايز اقدمه للناس مقطوع، مش صحيح. يا فايد اقول لواحد اعمل حاجه وبعد كده اخش اموت. انت احمد حصل لك مشاكل صحيه في التجربه الاولانيه؟ التجربه الاولانيه ده كان بعد 33 ساعه بس يعني، ما كملتش يوم ونص. ما اعرفش، انا كنت واقف بشرح، الكلام ده كله دوكيومنتد يعني موجود صوت وصوره. واقف بشرح فجاه لقيت نفسي مش مركز، الحركه حصل فيها حاجه، ما مش قادر ان انا اتحرك، والالم ماسك مناطق اللي بيخش على بعضه، مسامير داخله على بعضيها. فوقفت، بدانا نكلم الدكاتره قالوا دي اعراض جلطه، وقفوا التجربه. فوقفنا فعلا التجربه، انسحبت وكده زي ما اتفقنا، ما فيش مغامرات صحيه. قعدت حوالي 5 شهور بتعالج من الموضوع. 5 شهور كان القضيه اللي حصل مش جلطه، لكن ان الاكسجين بدا يتوقف عن مناطق معينه في المخ، بعض المراكز هي اساميها لاتيني معقده انا مش حافظها بصراحه. فالاكسجين كانت منع عن المناطق دي، فبدا يسبب الالم ده، وكان ممكن تؤدي لسكته دماغيه، وربنا ستر الحمد لله. فتكنيكلي انا ما جاليش الا جلطه ولا سكته دماغيه. هو انا كنت داخل بس اتلحق الموضوع في بدايته، وده غصني. يبقى كده الاعداد في حاجه، برضه نموذج الاراده في حاجه مبتوره. ما هو الاعداد ده اشترك فيه اطباء، المفروض يكون في طبيب بيراعيك، او مثلا حد بتاع علاج طبيعي، حد بتاع علاج نفسي. مين الفريق؟ بيبقى مخ واعصاب يعني. مين الفريق اللي كان وراك علشان يعدك جسمانيا ان انت تتغلب على المشاكل الجسمانيه؟ لا هو من ناحيه الجسمانيه، هو كان في حاجات، كان في دكتوره امنيه عنايه مركزه ان هي ليها في الامرجنسيز او في الطوارئ. الاعداد البدني، انا لانه اصلا رياضي ملاكم وكده من الاصل يعني بعيدا عن شغلي، فانا اضرب اساليب اللياقه البدنيه واعدادها. وبحكم شغلتي كتنميه بشريه توليت انا ايضا الاعداد الذهني اللي هي
تدريبات الذكاء، لان طبعا المخ محتاج تدريبات كتير قوي للياقه الذهنيه، ودي اللي بتصنف سريه يعني، دي اللي الناس بتسالني عليها. انا ما ينفعش نقولها دي انت دي من تدربت نفسك عليها بالظبط، اشتغلت على نفسك في الحته دي. في التجربه الثانيه لما غيرت بقى جدول الاعداد، شفت ايه يعني ايه اللي انا عملته في المره الاولانيه ادى للنتيجه دي. فالحمد لله ربنا كرمني، جدول الاعداد المره الثانيه كان كويس، كان ماشي حلو يعني. لقيت عدينا، كان عندي اهم ان انا اكمل او هدف ان انا اعدي 33 ساعه عشان اطمن ان مش هو ده مستواي. عديت 33 ساعه، دخلت في 60، دخلت في 70. كان توقعاتي بحسب جدول الاعداد ان من 90% هتبتدي العمليه ايه المشاكل الصحيه. لان اوريدي انا داخل بوهم نفسي، وهم ان اللي بيعدي 120 ساعه بيتشد. لان الاثنين اللي عملوها في التاريخ ما فيش غيرهم، اللي هو دكتور لو ومشنا، الاثنين ما طلعوش يعني، اللي يعدي 120 بيحصل له حاجه. فانا قلت بس يبقى جسم بني ادم بيقف عند 120. الطب طبعا ما بيجاوبش على الاسئله دي، لان مش شيء مش متداول عندهم في عالم الطب او مخ والاعصاب او كده. فلقيت نفسي ان انا عند الساعه 100 كاني لسه بادئ يعني. في الفيديوهات موجوده، كنت عامل بس حي مباشر للمحاضره عن طريق قناتي على اليوتيوب، وناس كتير من دول عربيه كتير تابعت التجربه لحظه بلحظه، وطلبه كتير وكانوا بيذاكروا وبعتوا لنا. موضوع المحاضره اللي تقعد كل ده، هل انت كنت بتعمل عدد من المحاضرات للطلبه يعني كل مجموعه بتمشي بعد 4 ساعات قلت لي من الطلبه، فمعنى كانهم اكتر من محاضره ولا هي محاضره واحده مستمره؟ لا هي فندم المجموعات مش داخله مع بعض ولا خارجه مع بعض، كان واحد بواحد بيتبدل. اللي بيكمل 4 ساعات بيطلع، وفي ناس طولت على 4 ساعات بناء على رغبته. بالذات الشباب اللي كان بيبات معايا فتره الليل، عشان من قواعد جينيس ان ما ينفعش ان الكادر الا يبان فيه 2 طلبه في طول الوقت. يعني لازم يكون لو العدد قل عن 2 برضه التجربه بتنتهي. دول كنت بتتفق معاهم يعني انت بتوع المسائي؟ كانوا الطلبه بتوعي بتفق معاهم، الشباب انت جايين الساعه كام. فريق التنظيم عندي كان بيتفق معاهم عشان نطمن، وفريق التنظيم نفسه كان مقيم على طول عشان لو حصل ان ما حدش جه 2 منهم يخشوا يقعدوا على طول. موضوع المحاضره هو كان موضوع واحد. انا قعدت اعد فيه حوالي 3 شهور، والاعداد كتابه شهر ونص. الفكره بتاعت المحاضره اللي هو الاخراج بتاع المحاضره، ان احنا عندنا دايما الناس اللي واخده وضعها في الـ في الـ في التكريم، في العظماء لازم بيكون عبقري في حاجه. فلما اجي ابص مثلا على واحد زي استاذ نجيب محفوظ رحمه الله عليه، كان عبقري تماما في مجال الادب. لما نيجي نتكلم عليه في الروايه والادب عبقري. لما نيجي نتكلم مثلا عن دكتور احمد زوقي مثلا في مجال الكيمياء والعلوم وخلافه عبقري. طيب كلامي بقى للشباب اللي هو شايف نفسه ان هو متوسط في كل شيء، طب انا ليا مكان زيهم؟ ليك، بس لما تحب ان يبقى لك مكان زيهم. دي كانت فكره المحاضره. بس ان انت تجيب بقى الاكلاشيهات اللي هي اللي هو ان النجاح محتاج سعي، الناس كلها بتسمعها بس ما بتشتغلش بيها. فبدات اعمل ايه؟ جبت 3000 مقوله من مقولات النجاح اللي هي الاكلاشيهات المحفوظه خالص. الفريق عندي بداوا يكتبوها لي على باور بوينت عشان اعرف اعرضها، وبدات اجيب بقى مقوله بس بتتشرح شرح جديد، ما يبقاش الطالب متخيل ان انا هشرحها له كده، على امل ان هي تتفعل في نفسيته فيعيش بيها. فجبت له مثلا الحديث النبوي اللي هو من غشنا فليس منا، شرحتها له بطريقه عمرها ما هتيجي على بالها. قلت له طيب منا دي عايده على مين؟ وتعالى نحسبها. وبدات اعمل لها رسم بياني، وبدات اجيبها بقى بطريقه والوان وبتاع، بحيث يبقى عنده موضوع الغش ده بعد كده كبير مش هيلجا له. وهكذا. ده كان محور من محاور المحاضره. المحور الثاني محور الاستقرار النفسي والعاطفي، اللي هو ان احنا بنتكلم بقى على الفرق بين مخ الرجل ومخ المراه. يمكن انا مهتم قوي بالموضوع ده في محاضراتي العاديه اللي بره جينيس، ان ربنا خلق الرجل والست هم مختلفين عن بعض تماما، ومع ذلك ما بيستغنوش عن بعض. طب ازاي نتعامل بيننا وبين بعض؟ فبدات اجمع اللي انا يعني المعلومات اللي اعرفها في الموضوع ده عشان اخلي تواصل افضل، لان الخلافات بتبتدي رجل وست، وبعد كده اختلاف في كوره، وبعد كده اختلاف في سياسه، وبعد كده ناس تموت بعض، تبتدي العمليه بتوسع. اتمرنا على حته الخلافات وان احنا نديرها غلط، وتعودنا على الموضوع ده، وبالتالي الدنيا بتبتدي تبوظ معانا. هل مسموح ان الطلبه كانوا يقاطعوك او يستفسروا عن حاجه اثناء المحاضره؟ ممنوع على طول إن الحديث مباشر. ممنوع ان انا ارد على اسئله، ممنوع ان انا اعرض فيديوهات، ممنوع ان انا اطلب تدريبات عملي من الناس. يعني جينيس بتقول لك اي حاجه تخليك تسكت ممنوع. يعني كل اي حاجه ممكن تخليك تسكت ممنوع خالص. كلام بلا توقف. طيب موقف بقى، حضرتك متزوج؟ عندي بنتين. طيب موقف زوجتك وبناتك من الموضوع ده، ما يخافوش عليك؟ ما يقولكش لا مفيش داعي تعمل الكلام ده، ممكن تلاقي نفسك في مجال اخر وتثبت برضو قدرتك على التحدي وتدي امل للناس من خلال موضوع تاني عشان احنا خايفين عليك؟
هو تحديدا زوجتي ووالدتي يعني هم، لان هم الاثنين كانوا جبهه واحده، كانوا عاملين متحدين مع بعض، فكان الموضوع كان صعب في الاول خصوصا بعد التجربه الاولانيه، لان انا قررت ان اخد فتره العلاج عند والدتي مش في بيتي، فهي شافتني وانا تعبان وده اثر في نفسيتها جامد. لما جيت بقى عيد بداوا يتكلموا بقى معايا، وبدات اقول لهم طب بصوا انتوا عارفين ان انا همشي على يعني خلاص انا خدت القرارات انا هكمله، فسندوني وخلوني وخلوني انا يعني ايه الوعد بتاعي ان مفيش ابعاد صحيه، هلاقي نفسي اول ما الاقي تعب قد كده هنسحب، واديكم شفتوني اول مره لما جالي التعب انسحبت، فطبعا وافقوا في الاخر. لما عدينا الساعه 100 بقت والدتي هي اللي بتدعي، ويجوا مثلا اصدقائي زمايلي المدربين اللي جايين عشان يساندوني وكده، فبيتكلموا مع بعض ده ما عدا احمد شكله تعبان، لان في بعض الصور نزلت على النت وانا بشرح الساعه 4 الصبح، طبعا كانت عينيا اتنفخت وكان المنظر طبعا مش كده خالص، يعني بقى لي مثلا 118 ساعه او 119 ساعه، فالكتف بقى قدام تماما، الوش شاحن تماما، المنظر بيدل ان ده واحد يعني جثه متكلمه، مفيش شرب مفيش الكلام لا ده خالص. في بس وانا بتكلم في التايم بتاع وانت بتتكلم وانا بتكلم بما لا يمنعني من الكلام من 30 ثانيه وبالتالي ما تهربش من 30 ثانيه سوري يعني كنت بمضغ الاكل وانا بتكلم، فكنت باخده قطع يعني انا اسف، كنت متعود يعني كنت اكل اساسي كان البطاطس عشان الكربوهيدرات عشان الطاقه وكده، البطاطسيه المحمره العاديه كنت باكلها مثلا على مدار ساعه اولا عشان الجسم يهضمها بالكامل فما احتاجش ناخد بريك للتويلت، ثانيا عشان انا محتاج ناخد حته يا دوبك قد كده عشان ايه ما تمنعش الكلام يعني كله دراسه. طيب احمد اهم رسائل انت بعتها، انت قلت لنا في البدايه انه الكلام اللي احنا بنقوله نقدر ننفذه، تمام ايه الرساله الثانيه اللي انت عايز توصلها؟ هو في رسائل معلش انا اسف في رسائل كمان جات لي ودي لازم نتكلم عنها، لان فنانين مصر عملوا موقف عظيم جدا يعني ولازم يشكروا عليه، وخصوصا ان في لقاءات ثانيه انا ما لحقتش ان اشكرهم، فانا اسف لو ممكن نبتدي بيها يعني يعني استاذ احمد بدير، استاذ بيومي فؤاد، استاذ علاء زينهم، استاذ محمد الصاوي، احمد عماره المدرب المعروف، هشام الجخ، وليد فتحي، محمد سلامه، ومجموعه تانية من الفنانين دول انا فاكرهم عشان الوقت، دول ناس عملوا دول وقفوا جنبي قبل التجربه يعني بعد التجربه اللي فشلت قالوا لا هتعيد وهتنجح، وعملوا لي فيديو ونزلوه على اليوتيوب، وهما ما عندهمش اي دليل ان انا ممكن انجح ومع ذلك وقفوا جنبي، فربنا يبارك لهم. الرساله الاخرانيه بس انا بقولها بقى للشباب بقى فئه من 18 ل 25 سنه، ما فيش حاجه بتحصل لك في حياتك الا وهي هتعلمك حاجه، ما حدش يجي يقول لي طب انا بعمل ايه بالدراسه دي انا هستفيد ايه بالمعلومه دي، ما دام ربنا خلاك تتعرض لها مش هتموت قبل ما تحتاجها، تمام. لازم هتحتاجها، تمام. فابتدي اشتغل، ما حدش يجي يقول لي بعد كده اصل مستحيل اصل الظروف، لان انت الظروف هو ده، بس ايه دي النقطه مستحيل، والمستحيل ده مفترض ان هو يتمسح من قاموس البشريه كلها، لانه كل اللي تحدوا المستحيل وصلوا لاهدافهم ونجحوا. اشكرك شكرا جزيلا احمد، كان احد هذه النماذج اللي كانت بتقول التجربه وكانت كمان بتنفذها او نفذتها كمان، اشكرك شكرا جزيلا يا احمد. الحقيقه النهارده بيوافق ذكرى وفاه الفنان الكبير المختلف كليا وهو الفنان محمد طه، توفي زي النهارده في 2008، وزي ما حضراتكم متابعينا وعارفين انه تتر الاغنيه والفواصل بتاعتنا هي للفنان المختلف كليا الفنان محمد طه رحمه الله عليه، وبالتاكيد لازم يكون له ذكرى معانا في هذا اليوم. شوف تقرير ونرجع لفقرتنا الاخيره باذن الله.